تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقواهم علي. وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لعباد وولدي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. الله يعلم ما تصنعون. تبارك الذي نزل الفرقان.